A cannon on the top of a cliff fires a ball 36.9 below the horizontal direction as shown. The ball hits the ground after 2 seconds at the horizontal distance 48 meter from the cliff. في البارت بيقول لي اديني الانيشيال وات ذا انيشيال فيلوسيتي داز ذا كانون فايرز ذا بول. عندنا مسافة أفقية وعندنا زمن ومفيش اكسلريشن في الاتجاه الأفقي. طبعا دي هتساوي ال في نوت كوساين الزاوية اللي هي 36.9. دي مجهولة لكن دي معلومة وكمان دي معلومة ب 48. إذا الفي نوت اللي هي دي الفي نوت اكس فكناها بفي نوت كوساين، يبقى هقسم 48 على 2 على كوساين الثيتا، طلعت الفي نوت ب 30 متر بير سكند. ده البارت A. في البارت B بيقول لي with what velocity does the ball hit the ground in unit vector notation، يعني عايز ال Vx وال Vy. احنا عارفين ان ال Vx ما بتتغيرش، ال Vx بتساوي ال V نوت x، يعني بتساوي 30 كوساين 36.9 متر بير سكند، ما بتتغيرش، ما فيش acceleration افقية. اما ال Vy بتساوي ال V نوت y زائد ال AT، هو مديني الزمن 2 seconds. ال V نوت y احنا عرفنا ال V نوت ب 30 وطبعا تبقى ساين 36.9، وما ننساش نحط شرط السالب ان لتحت الافقي موجب والرأسي سالب. الاي بماينس 10 والتي قل ب 2 يساوي ماينس 30 ساين، وبعدين ماينس 20 اللي هي 10 في 2، يبقى ماينس 38 متر بير سكند. اذا ال V in unit vector ال 30 مع الكوساين 24 i موجب، وفي اتجاه ال y ماينس 38. يبقى ده البارت B مديني او طالب السرعة باليونت فيكتور اديناها له. في البارت سي بيقول لي what is the height of the cliff، عايز الارتفاع ده، يعني عايز الدلتا واي. طبعا هتطلع بالسالب نخليها موجب لان هو نازل، ف في نوت واي تي زائد نص اي تي تربيع. الفي نوت واي بماينس 38 تي ب 2 ماينس 10 واتنين تربيع يساوي 38 في 2 وكمان ماينس 5 في 4 فماينس 96 متر. إذن الهايت ب 96 متر. طبعا الهايت ما ينفعش يبقى بالسالب، هو الدلتا واي بالسالب لكن الهايت موجب. A projectile is shot from the origin with initial speed 24 meter per second at theta equals 30. At the same time a second object is thrown upward 12 meter per second as shown in figure. البارت A بيقول لي write the position vector RT as a function of time for the first projectile اللي هو ده. عايز البوزيشن، يعني عايز ال R. نقول ال R X الأول وال R Y، بعدين نحطهم يونت فيكتور. ال R X بتساوي ايه؟ بتساوي 24 كوساين 30 ده ال V في ال T. بغض النظر بقى متى ال T، يعني وقت ما يدينا زمن أعوض بيه. مفيش اكسلريشن. طب بالنسبة للواي في اكسلريشن طبعا عادة الجاذبية الأرضية، يبقى 24 ساين 30 برضو في تي، بس هنا ماينس نص في 10 هي زائد نص في ايه الاي بماينس 10 في تي تربيع. اذا الار
as a function of t بتساوي 24 كوساين 30 يعني عشرين بوينت ايت تي ده في اتجاه الاي. طب الجي زائد 12 تي ماينس 5 تي تربيع ده في اتجاه الجي. كل الكلام ده بالمتر برسكند. يبقى ده البارت ايه. البارت بي بيقول at what time do the two objects hit each other، يعني متى ده يوصل لهنا، يعني يقطع مسافة 8، طبعا ده هيطلع له يربطوا في بعض. نقول لما ال ار اكس تساوي 8 يعني 20.8 تي. اذا التي بتساوي 8 على الانسر 0.385 seconds. طيب في البارت بي، البارت سي بقى بيقول at what height from the ground do the two objects hit each other، يعني نحسب الواي. يبقى نقول الار واي بتساوي اعوض اللي هي 12 قلنا في الزمن ماينس 5 في الزمن تربيع، يعني هيساوي اضرب ده في 12 ناقص 5 في الانسر تربيع 3.88 متر. It should such that it leaves the player's foot at a distance of 0.95 meter above the ground level as shown in figure. The initial speed of the ball is 15 meter per second at an angle of 36.9 زي ما شايفين يعني كده above the horizontal. أول part في السؤال بيقول لي أنا عايز التايم which is required for the ball to reach the ground. هنا كده ادي الكرة اهي، يبقى معنى كده هو هينزل المسافة دي، يعني الدلتا واي معلومة والسرعة الابتدائية في اتجاه الواي معلومة وطالب الزمن نص اي تي سكوير. اللي عندنا ده ماينس 0.95 والسرعة في اتجاه الواي 15 ساين، ومديني الزاوية اللي هي 36.9 نص، والاكسلريشن ماينس 9.8 او ماينس 10 وتي سكوير. اذا التي بالآلة على طول تجيبها لنا، هقول كده مود 5 3 عشان احل معادلة من الدرجة الثانية، شوية دول يطلعوا 4.9 ودي تيجي من هنا، هنا في تي نسينا نحطها، تيجي من هنا يبقى ماينس برضو 15 ساين 36.9 وبعدين ماينس 0.95، واخد طبعا الإشارة الموجبة اللي هتطلع لي، طلعت 1.94 سكند. لو دوست هتطلع الإشارة سالبة ملناش دعوة بيها. يبقى هناخد الحل من التايم لازم يكون موجب. جبنا الزمن، بيقول لي find the velocity in unit vector notation of the ball just before it strikes the ground. السرعة عندنا منها اكس ومنها واي، الاكس مش هتتغير لان مفيش اكسلريشن في اتجاه الاكس، فالفي اكس بتساوي اللي هي 15 كوساين 36.9 يعني تطلع 15 كوساين 36.9 12 متر بير سكند موجب رايح ناحيه اليمين. طب بالنسبة لل v y لا تتحسب بقى لأن في acceleration، هنقول ال v نوت y ناقص أو زائد أحسن ال a في ال t ونحط دي بالماينس، يعني هتساوي ال 15 ساين 36.9 ناقص ال a اللي هي 9.8، هي طبعا زائد ناقص في 1.94، يعني هتساوي 15 ساين 36.9 ماينس 1.94 في 9.8، طلع الجواب ماينس 10.
متر بير سكند، يعني رايح لتحت، وطبعا لازم يكون رايح لتحت. اذا ال v as a vector notation 12i minus 10j، واقفل كده واكتب متر بير سكند، وحط تحتها خط عشان لو كانت غلط اظهر الغلط للدكتور فما يتعبش ينقصني على طول، مش في مشاكل عنده يعني. بيقول if the initial velocity of the ball v1 اللي هو هنا يعني v1 مالها بقى؟ بتساوي vx في اتجاه ال i و vy في اتجاه ال j، ماشي نقدر نحسبهم. then its velocity and acceleration at the maximum height، هنا في الحته دي السرعه طبعا هتكون افقيه، هتكون نفسها vx i، وده مش هيكون موجود لان خلاص هيبقى في v اكس اي، والفي واي بصفر، والاكسلريشن اللي تحت طبعا. بيقول لي عند اكسلريشن ات ذا ماكسيمم هايت ار، لازم يديني الفي اكس لها قيمه والفي واي بصفر. الفي اكس لها قيمه والفي واي لا، ده غلط ده غلط، ده صح وده صح، يبقى الاثنين دول صح. طيب تعال نقول الاكسلريشن، طبعا ده غلط مش هبص لها، يعني ده غلط اصلا كمان لان مفيش اكسلريشن في اتجاه الافق. صفر في اتجاه الاي ده صح، يبقى ده صح، لكن في اتجاه الاكس ده غلط، مفيش اكسلريشن، يبقى الحاجه الوحيده اللي صحيحه هي دي. يبقى الاختيار لو قلنا مثلا خلاص ممكن نكتب بس ملاحظه ان لا يوجد سرعه راسيه، سرعه بس افقيه، ولا توجد عجله افقيه، العجله بس راسيه ولتحت، لا توجد عجله افقيه، العجلة بس رأسية، ومفيش سرعة رأسية عند أقصى ارتفاع، عند أقصى ارتفاع السرعة بس هتكون أفقية. A stone is thrown from the edge، طالما كلمة thrown يبقى في سرعة ابتدائية، from the edge of a cliff point A with a speed مديها لنا 5 متر بير سكند. كلمة dropped و released يعني السرعة بصفر، thrown يعني في سرعة ابتدائية. At an angle 53.1 above the horizontal زي ما مديها لنا، وال V note ب 5 متر بير سكند. Will above the horizontal as shown in the figure the stone strikes the ground at C على بعد 6 متر. في البارت A طالب مني التايم اوف فلايت ان سكندز فروم بوينت A لغايه C، طبعا عندي مسافه افقيه وعندي سرعه افقيه اقدر اجيبها على طول لان مفيش اكسلريشن افقيه. احنا عارفين ان الدلتا اكس في البروجكتايلز بتساوي ال V نوت اكس في تي. طيب المسافة اداها لنا 6 والفي نوت مديها لنا بخمسة في اتجاه الاكس كوساين، لان عندنا الزاوية مع محور الاكس، يبقى الزمن هو اللي عايزه مباشرة 6 تقسيم 5 كوساين 53.1، فطلع الزمن تقريبا 2، اذا التي 2 سكند، يبقى ده البارت A. في البارت بي بيقول the height of the cliff، طبعا عندي الزمن وعندي السرعة الابتدائية اقدر اجيبه، الاكسلريشن عندي طبعا ب 10 سالب 10، الدلتا واي في نوت واي تربيع تي مع نص اي واي اللي هي العادة الجاذبية الارضية في تي سكوير. الدلتا واي مطلوبة طبعا، هنعكس الاشارة عشان نجيب الارتفاع، في ارتفاع بالسالب، هنا 5 ساين 53.1، عرفنا ان هي 2 ثانية، والاي بسالب 10 من تربيع، اذا الدلتا واي بتساوي نعوض مباشر 5 ساين 53.1 ناقص 5، لأن نسينا نضرب في 2 ضرب 2 ناقص 5 في 4، طلع ماينس 12 متر، إذا الـ H
12 متر. ما تنساش تشيل الإشارة طالما بيسألك على ارتفاع. A stone is thrown from the upper edge of a vertical cliff. The stone's initial velocity is 15 meters per second directed at 53.1 degree with respect to the vertical. زي ما هو باين في الرسم. يقول the stone hits the ground 2 seconds after being thrown and feels no air resistance. المطلوب الأولاني بيقول what is the height؟ عايز الارتفاع ده المتر of the cliff. طب احنا عندنا ايه؟ عندنا العجلة ماينس 10، وعندنا السرعة ابتدائية، وعندنا الزمن. يبقى القانون الثالث اللي هو دلتا واي بتساوي في اي واي تي، يعني الانيشيال زائد نص في الاي في تي سكوير. كل حاجة عندنا نجيب بس الدلتا واي. الفي اي واي عندنا 15 كوساين، يبقى ماينس 15 كوساين 53.1، طبعا ماينس 2 لتحت، وتي قلب ب 2 يبقى 2 تربيع، والاكسلريشن قولا واحدا ماينس 10. طيب ماينس 15 كوساين 53.1 ضرب 2 وماينس 5 في 4 يعني ماينس 20، يطلع الجواب ماينس 38 متر. دي الدلتا واي. اذا الاتش نفس الارتفاع بس بالموجب، ارتفاعه 38 متر. يبقى دي اجابة البارت الاولاني. طيب في البارت الثاني بيقول لي find the horizontal distance دي متر between the edge of the cliff and the point where the stone strikes the ground. طبعا في الاتجاه الافقي ما عندناش acceleration، بس الحته الاولانيه الفي اي اكس في التي، والحته دي بصفر لان مفيش اكسلريشن. طيب كل حاجه عندنا، هيكون عندنا 15 موجب لقدام ساين 53.1 والتي ب 2، بس نضرب فطلع الجواب 24 متر. دي المسافة الأفقية اللي هيقطعها لغاية ما يخبط الأرض، ودي ارتفاع الكليف، ودي المسافة الأفقية اللي هيمشيها قبل ما ينزل للأرضية. A cannon مدفع يعني on the top of a cliff fires a ball 36.9 degree below the horizontal direction as shown. يعني واخد زاوية. بيقول the ball hits the ground after 2 seconds at a distance 48 meter from the cliff. طيب عنده كذا مشكلة تعباه. المشكلة الأولى بيقول with what initial speed does the cannon fire the ball. عايز السرعة اللي طلع بيها هنا، يعني الفي نوت كده اهو، طالب الفي نوت. طب احنا عارفين ان الفي نوت كوساين يبقى اكس، ومديني المسافة ومديني الزمن، يعني كل حاجة في اتجاه الاكس مديهالي. فضروري ان الدلتا اكس بتساوي الفي نوت اكس في التي. عندنا المسافة اللي مشيها في اتجاه الاكس 48، والفي نوت اكس اللي هي في نوت كوساين 36.9 في 2. اذا الفي نوت كذا متر بير سكند، تطلع على طول 48 تقسيم 2 وتقسيم كوساين 36.9، فطلع الجواب 30 تقريبا متر بير سكند. يبقى هو مديني مسافة وزمن في الاتجاه الأفقي. طبعا الزمن ينفع للأفق وينفع للرأس، فعندنا مسافة أفقية والزمن، فأقدر أجيب ومديني الزاوية أقدر أجيب الفي نوت. في المطلوب بيه بيقول لي with what velocity does the ball hit the ground in unit vector notation. طبعا ال Vx هي خلاص الرقم ده كوساين، هيفضل زي ما هو ما يتغيرش خالص، يعني مفيش acceleration أفقية. لكن هل الرأس اللي هو V نوت ساين هيتبدل؟ اه طبعا، طول ما هو نازل هيتبدل. احنا
احنا عارفين ان في عجلة جاذبية لتحت، فنقول ان الفي النهائية بتاعت الواي بتساوي الفي الانيشيال واي زائد اي تي. طبعا نقول ايه هنا بالسالب. طيب 30 المرة دي بقى ساين 36.9 لتحت يبقى سالب، وبعدين زائد سالب 10 في الزمن اللي هو قال عليه 2. معنى كده 30 ساين 36.9 وكمان ناقص 20، فطلعت ماينس 38 متر بير سكند. طيب ده الواي والاكس في نوت كوساين. اذا الفي از فيكتور بقى بيساوي ايه؟ 30 كوساين 36.9 طلعت 24 اي يمين، وماينس 38 جي لتحت، تحت عشان يعني السالب، وقول متر بير سكند. يبقى دي السرعة بالفيكتور نوتيشن. يبقى الفي اكس احنا جبنا الفي نوت، الفي نوت كوساينها الفي اكس هتفضل ثابتة. طيب الواي اللي هي الساين اللي هي لتحت هتزيد عليها كمان الاي تي لان في عجلة جاذبية لتحت. في المطلوب سي بيقول لي وات ذا هايت اوف ذا كليف، عايز الارتفاع ده. طب ما انا عندي السرعة الابتدائية وعندي الزمن، اقدر اجيب الدلتا واي من القانون الثالث في نوت واي تي زائد نص اي تي سكوير. طب الرقم ده يطلع بالسالب، الهايت هيبقى رقم موجب. طيب تعالوا نعوض كده، ماينس في نوت واي اللي هي 30 ساين 36.9، كل دي الفي نوت واي في التي اللي هي وقال 2 زائد نص في سالب 10 في 2 تربيع، هيطلع رقم بالسالب طبعا، فسالب 30 ساين 36.9 في 2 وسالب 5 في 4، فطلع 56 بالسالب متر. اذا الهايت يساوي 56 متر. يبقى الحته الاخيره المباشره بنحسب الدلتا، مدين الفي نوت واي، احنا جبنا الفي نوت اللي هي بالساين، ومدين الزمن والاكسلريشن اقدر اجيب الارتفاع. اللي قبلها كان عايز الفيلوسيتي بالفيكتور نوتيشن، عندي الفي نوت كوساين ده الاكس، والواي هتتغير بمقدار التي وامثلها باليونت فيكتور نوتيشن. في الاول كان مدين الدلتا اكس وزمن، ومديني الزاويه اقدر اجيب الفي نوت. A student stands at the edge of a cliff and throws a stone horizontally with a speed vi ب 40 متر بير ثانيه 40 متر بير ثانيه. بيقول لي ذا كليف از الهايت بتاعه h بتساوي 45 متر above the surface of water as shown in the figure. طيب في المطلوب ايه؟ بيقول لي how long after being thrown does the stone strike the water، يعني بعد ما قذفه يا ترى خبط بكام؟ طيب هي السرعة الابتدائية كلها في اتجاه ال i، وبالتالي احنا لو بنتكلم في اتجاه ال j او في اتجاه ال y مفيش انا اي سرعة، كانت ال v j بصفر، وبالتالي احنا بنتعامل كأنه free falling، اسقطنا حجر، فبيسألني على التايم، وعندنا الدلتا y بتساوي ال v نوت t زائد نص a تي سكوير. بنتعامل كأنها شابتر 2 بالظبط زي ما قلنا في الاتجاه الرأسي. فالدلتا واي هو هينزل 45، السرعة الابتدائية في اتجاه الواي بصفر، زائد نص عجلة الجاذبية الأرضية بماينس 10 لأنها لتحت، والتي مجهولة اللي بيسألني عليها. إذا التي بتساوي، مالناش دعوة مش في حكايتنا، التي مش تربيع ولا حاجة، إذا التي تساوي، طيب الاتنين تيجي هنا تبقى 90 على 10، طبعا الماينس روح مع الماينس، 9 تساوي تي سكوير، وبالتالي 3 سكندز. يبقى احنا اتعاملنا مع قذف الحجر
كأنه في اتجاه الواي بالظبط، مالناش دعوة خالص باتجاه الاكس دلوقتي. طيب في المطلوب بي بيقول لي فايند ذا ستون فيلوسيتي، عايز السرعه. طبعا السرعه دلوقتي فيه في اتجاه الاكس مش هتتغير خالص، لان مفيش اي اكس زي ما اتفقنا، اي مقذوف مالوش اي اكسلريشن في الاتجاه الافقي، بس الاكسلريشن في اتجاه الراس لتحت. بس هو هنا بيسالني على الفيلوسيتي ان يونت فيكتور جاست بيفور ات سترايكس ذا ووتر ان متر بير سكند. طبعا الفي اكس زي ما قذفنا الحجر ب 40 هتفضل ب 40، الاكس مش هتتغير او الاي مش هتتغير. احنا يهمنا بقى الاتجاه الرأسي، نحسبه منين ده؟ ال في واي بتساوي ال في انيشيال واي او نوت واي اي حاجة زائد ال افكتي. ده القانون الاولاني بتاع شابتر 2 اللي هو الفري فولينج. طب احنا عايزين نعرف دي مجهولة، واحنا عارفين ان القذف كان في اتجاه الافق فما كانش فيه سرعة رأسية، وعارفين ان عادة الجاذبية الارضية بسالب 10 والتي حسبناها بتلاتة. طب اذا ال في واي بتساوي ماينس 30 متر على السكند. طب عرفنا دلوقتي ال في واي، طب وال في اكس معروف، اذا ال في بتساوي ايه؟ بالنسبة للاي مش هتتغير، 40 زي ما هي، وبالنسبة لجي ماينس 30 جي، والسرعة تبقى متر بير سكند، وده المطلوب الثاني. طبعا كان في يعني وسيلة ان احنا نجيب ال 30 وسيلة اخرى اللي هي ايه؟ طبعا ممكن تطلع غلط هنا، لو كانت غلط استخدمناها هنا فالجواب ده هيطلع غلط. كان في اسلوب اخر نقول اور، وطبعا انت ليك الخيار تعمل اللي انت عايزه. تقول ان الفي النهائية تساوي الفي الابتدائية زائد 2 اي دلتا واي. طيب الفي الابتدائية كانت بصفر، الاي بسالب 10، والدلتا واي هو نزل سالب 45. طيب 2 في 10 ب 20، في 45 ب 900. اذا ال في بلس اور ماينس تربيع 30 متر بير سكند. طب هناخد مين هو اللي نازل بالسالب واللي صاعد بالموجب، يبقى احنا هناخد اشاره السالب، يبقى ال في واي نفس اللي احنا حسبناه هنا، بس الطريقه هذه اضمن لو لا قدر الله تي طلعت غلط هنا، فدي هتديك قيمه صح او صحيحه بغض النظر على اللي انت حسبته هنا. طبعا الاثنين صح، وحسب ما ترتاح تقدر تحل.